معانا أول سؤال النهاردة. سائل كريم بيقول: هل وضع أكفان في المسجد بيعتبر صدقة جارية مثل سقي الماء؟ أخي الفاضل، لازم الأول نعرف يعني أو نفهم إيه حقيقة الصدقة الجارية. إنها الصدقة المستمرة للأجيال المتعاقبة، ما بتكونش لجيل واحد بس، وهي اللي بتتعدى للعديد من الأشخاص، يعني بينتفع بيها كتير من الناس مش شخص واحد بس. زي إيه؟ زي طباعة المصاحف وكتب العلم النافع وبناء المساجد والمدارس والمستشفيات والمقابر كمان للمحتاجين، منها توصيل المية والكهرباء والخدمات للمحرومين والأشد احتياجاً، يعني مما يحقق غرض الدوام والاستمرار وتعدي الخير وتعدده للغير من المستحقين. وورد ذكر الصدقة الجارية في حديث الإمام مسلم الذي أخرجه في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وجمهور الحقيقة العلماء في توضيحهم وبيانهم لمفهوم الصدقة الجارية كما يعني هي واردة في نص الحديث الشريف السابق، إنها محمولة على معنى الوقف. لو نفتكر الوقف، الوقف الخيري، والوقف ده هو إنك بتحبس شيء معين يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، وقطع التصرف فيه يعني على إنه يصرف في جهة خير تقرب إلى المولى سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ زي مثلا هنضرب مثل بسيط يقرب معنى إنك بتحبس أصل الشيء والثمرة اللي منه بصرفها لجهة معينة. حطيت مثلا مبلغ في جهة، وأوقفت مثلا مبلغ في البنك، مثلا أوقفت 100,000 جنيه وأوقفتها، بمعنى خلاص هذه لهذا العمل الخيري، الثمرة اللي هتطلع من استثمار 100,000 دي في البنك هسخرها أو أجعلها بصرفها لإطعام مثلا أيتام، لدعم جهة تعليمية، لدعم مثلا مستشفى معينة. فأوقفت أصل المبلغ خلاص، ده أوقفته لله تعالى ولصنيع الخير، وصرفته للجهة اللي أنا عايزها، إطعام، بناء، كساء، غذاء، أي شيء من الأمور اللي أنت عايز توقف أصل هذا المبلغ، ويبقى الأصل عندي ثابت، أنا بنتفع بالإيه؟ الثمرة اللي بتطلع منه بجعلها لجهة معينة. وبناء على هذا الوصف فلا يندرج فيها الحقيقة وضع الأكفان اللي حضرتك بتسأل عنه في المساجد. يعني وضع يعني الكفن ده هينتفع بيه أو ينتفع بيه مرة واحدة، وبالتالي ده مش هينطبق عليه معنى الصدقة الجارية. فالأولى أن تكون هذه الأكفان من باب الصدقة اللي بينتفع بيها، الصدقة العامة اللي بينتفع بيها الفقير والغني، ولا شك أن طبعا أهل الاحتياج أولى، والله تعالى أعلى وأعلم.